لمتابعة أعمالنا تابعونا على قناتنا عالم مختار ملهي، ولكي يصلك كل جديد نرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. الله والفلاح، أنا قررتني بالموت، أنا أخرج للجامع ما أدريش أينه طريق الميت، ومن نعمره ننكسه في الخلق، صدق الله العظيم. أمانة قال أنا ناقز لا أرجع أخرج، ما يرجعوني إلا من حدود أريتريا. السلام عليكم أبا، السلام عليكم ها، السلام عليكم أبا ها، السلام عليكم. مول تقول يا بابا يقول السلام عليكم ها؟ لي ساعة وانا يقول السلام عليكم. من ارفع صوتك؟ انت تدري ان الناس بعيد ثقيل. يا بابا ارفع صوتي فاس 70 جرن كيلو، من هذا نرفع صوتك؟ خلاص كن رفع يدك. يا زول يس. انت داري مو اجمل حاجة بك يا بابا؟ اه؟ ان روحك شبابية ومرحة، انت عارف ان هذه الايام الشباب 24 ساعة هم مقشرين. كلهم يقولون ان دمي عسل. وإننا روحي مرح جدا. ما هذه والله إنك أعسل من العسل. أبشرك يا أبا، الجوازة تخرجين إن شاء الله ما الحين نولي نزور بيت الله الحرام ونحج. اللهم لك الحمد، وأخيرا وأخيرا أنزور بيت الله الحرام. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. إيه إن شاء الله يا أبا نروح نحج أنا وأنت ونزور بيت الله الحرام. إن شاء الله إن شاء الله إنه نزور بيت الله الحرام ونكفر عن ذنوبنا. دفعتي يا ابني كلها قام بالمقابر قازل يجوب مع ولا انا ياسي اناضل. ان شاء الله يا بان ولي الحيق نزور بيت الله الحرام نرجع بالسلامه. نلمو افسرك ما انت تكرهني، نلمو نرجع بالسلامه ان شاء الله. يدي الله واحد من هذف العثر يدعسني لما يطفئني واموت بهالكز والطاهره. يا بتعوضنا الشيطان مو تموت ان شاء الله نولي نحج ونرجع، بس انت داري معه وش ما احد غيرك بالدنيا، نرجع نعيش مع بعض ونكمل بقيه عمرنا. اسمع اصلا نمر رجع بالسلامه يا ابني، الوقت هذا قهو قارب مع كل اخبار تقرب بالاجل، وحتى الاحلام حقيقه كلهن لا مقابر وجنائز وحوادث واموات. انا داري لك انا عطفي واشفي اتوب واحج قبل ما تجي ساعتي. يا بعد ببليس اعذب ببليس، انت انا اقول لك حاجه، دحين بكره لا جهز البيس اولي ابوز للمكتب، نحجز انت داري مع باقي اليوم من الحجز، وارجع ابوزك عند الدكتور يثبت لك اسنانك احسن ما كل ساعه الطقم يفلت عليك. الله يرضى عليك يا مختار، وان شاء الله انا ادعي لك عند جدار الكعبه، الله يفتح لك يا ابني. استاذنك يا ابا استودعك الله معك. والله معك الله معك. كملي راقد يبغى الساعة ها؟ ارجع الساعة الله يا رب. اللهم لك الحمد لك الشكر، وأخيرا عاون لي أحج وأكفر عن ذنوبي. اللهم غفر لك يا رحمن الرحيم، ما خليناش ولا ذنب إلا منه، لكن إن شاء الله إننا أوصل عند الكعبة وادعي ربي بالمغفرة وادعي لكل أصحابي الذين قاماتوا واللي عدهم عايشين إن شاء الله يا رب، بس نوصل هناك بالسلامة. أغلق أنا يا أبس دقة، أخرج أتشمس أدفئ وبعدها يحلمك. الله الله يا رب الله، اما نقع ركبي لي ارتعد هنا كذا سعر حطب
خلاني اجلس اتنسب شويه واتصل للولاد عيان اهو. خلاني اتصل له عيان اهو. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حلو. ها الو والله ان عاد مقلوب. ها مختار يا اهلا وسهلا احلى اب الدنيا. اين انت؟ لو ما تجيش تبز البيس ولا تحجز لنا قبل ما يهربوا علينا، انا دار انك تبهدل بي ونرجع نتعبر لنا بهيلوكس. لا تقلق، لا الان اكمل عملي واجي لك الان. لا 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 داري بك ما هلش الشحطه، ما نشدري من طلعت، ما هلش الشحطه سعي يوعدكم شباب. الله الله يا سلام يا سلام، منو هذا اللي مستعجل الحج؟ انا بداله. شي نكفر على الذنوب يا ابني، الله معك اسرع. يلا طيب مع سلامة الله. الله يا رب انك انا اولي احج وادخل الكعبة وعلى المسجد الكعبة، والله ما انا مصدق. يا رب حقق حلمي يا ارحم الراحمين. خلاني انزل ادفئ ركبي وسط الشمس من اجل يتلينين ومكة. يا رب حقق حلمي يا ارحم الراحمين. يا رب الذي اتمنه لا تنساش يا رب. يا رب يا رب حقق حلمي يا رب. يا رب يا رب يا رب حقق حلمي يا ارحم الراحمين. تفضلي جي حلمي الدرج. تفضلي يا رب حقق الذي احرمه يا ارحم الراحمين. ها تداري مو بالقلب يا ارحم الراحمين، تداري يا رب حقق الذي احرمه يا رب. الله يا رب، العمل يطول منك، وهذه العماله لا عام من طلعت ولا من نزل. يا رب كيف العمال؟ ها؟ صد عسل. يا والديك الله والدي كريم، قومني يا القدر. انت ساكن معنا من العمارة؟ ايوه انا مسكر العمارة. اوكي ايوه. اسمي لا قبل شويه كان اسمي حسن، من ذا الحين اسمي حسوني. شكرا جزيلا، الله معك. صباح الخير يا رب. يا صباح الورد، يا صباح النور، يا صباح الزنجبيل، يا صباح الحلاوة. اليوم شكله مزاجك رايق لكن حلو. اسمعني يا رب، أنا دايما كنت واضح مني الحلقة وإن أنا قد أخرج عليك، لكن دالحين الآن تقوم تدري البيس أخذي للسفرية نولي نحجز. أنت داري مع باقي اليومين يا باقي وقفل الحجوزات. اسمعني يا مفتاح، كما المثل يقول بالتأني السلامة وبالعجلة الندامة والدهش من عمل الشيطان. اجلس يا مختاري، اجلس يا قلبي، اشي اكلمك موضوع مهم. يا با مش وقت، انت ترجع تكلمني، الدليل بيسد الحين واللي اقول لك معنا لنا يومين وغفلوا الحجز حق الحج. انها ايام حج مش وقت الحج الحين، بو خبر احسن. يا با ما لله يرضى عنك. اسمع، انا اعتبر عدنا شباب واشي اعيش حياتي. يا با صلى على النبي، عادك اللي تقول امس انك انت تشك كفر عن ذنوبك وان الاحلام حققها كل المقابر وجنائز واموات. اسمع
كما انت بينك من امك الله يرحمه لقاها سكيبي الهدلة ما عاد فلت ليش. وبعدها مختار انت داري انه يجي يطلعوا لنا كل سنه بمرض وانا ما بينش قدر انا اعتدي وتروح وانا مريض. مره خرجوا لنا بجنون البقر على تذكر ولا لا؟ ومره خرجوا لنا بكورونا. دحين قابوا مرض جديد اسمه زوجونا. يا الله ابيك الرحله يوز يا باب الخبر هذا حقك مو كورونا مو زوجونا. وبعدين تداري يا ابني انا جوك احسب كم نحتاج لنا بيس بكم طلعين علينا الجوازات وبكم قيمه التذاكر حق الطياره وكم يشي لنا صرفه وكم يشي لنا اكل وشرب وكم يشي لنا حق رقده وكم يشي لنا مواصلات. عبد الاقعد والبياس اللي معي ما هيش عاد كفين ففكرك وقولك مع ابو الله ان شاء الله لما نبيع الارضيه نرجع نولي نحج. يلا يلا انت اخبر لكن تشسر قيابه ما هذا والله انه معك حق. ان الذي يشتي حج هذه الايام يشتي له فلوس الدنيا والاخره ولا حول ولا قوه الا بالله. هي اسمع انا قررت اننا اتزوج واكمل نصف ديني. يا بابا ما تتزوج انت ما عاد تقدرش تمشي كيف هذا تتزوج؟ انا عاد انا شباب عاد انا شباب شباب ها صر الحمد لله رب العالمين ها 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 الصحه الحمد لله رب العالمين. يا با طيب طيب من الذي عاد ترضي بك وانت بالعمر هذا ما عاد تقدرش تجزع؟ انت ما لكش دخل ولا لك دخل انت اللي جزع بعدي وانت عاد تصر ابو وحده تحبني تجمل وانت كنت بطل حسد ولا تكونش تاكل نفسك يوم ما حدا يرضي يعين لك هم يعينوا للوسامة بس. اللهم طولك يا روح بس. شفناك شغلنا زمان وهو يقول في الغد سدد وماتوا وماتوا اتق الله عاد ما اعيش 1000 سنة و300 شهر واسبوعين وساعة يا رجال لقد تكمل الشهر خير وبركة اصبر انا لا اسألك عنك اخر مرة قالوا انك ذاك تقعدك بعدهم ايش تمشي؟ الا يقول لك الخبر هذا انا اقول ابي حديد 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 عاد انا اقدر ازعرج من هنا لا الله ها يا مبلغ بس هذا كثير يغاروا منا. ايوه ايوه هذا اشاعه فاحنا اسمع يا احسن واحد بالحاره ها حل. انا اشوف من اجل موضوع مهم بس مستحيل اترك. تمام مستحيل يا حسن تمام قوى قلبك وتصابر لا مش تنبنع ولا شيء خير ان شاء الله. يبا ليش اسراك اسرع مع سلام خلاص انا اقول لك يلا وعملي يلا خير انا اقول لك ما بقول لك انا اجيب الشيء اقول لك انه احنا نشتي نناسبكم ونوقعها. اهلا وسهلا فوق الان فوق الراس. وانا بتصير احسن منكم جيلا واحسن في الحال. هذا وسهلا هذا وزع اهلا وسهلا خلاص ان شاء الله غدوه من هذا الوقت واحنا عندكم. اهلا وسهلا بكم باي وقت وانا بنتظر. يلا انا اشكرك يلا مع السلامه. الله الله ايوه هل يعزي اكمل الدرج ولا يموت في الرصفه؟ يا رب يا رب حقق اللي يا رب اللهم ارحم الراحمين اسالك باسمك ان تحقق احلامي وامنياتي. يا ابا اصبر اذاني مو ادخل من ابواك. انا لي اقول يا رب احفظ مغتربني لادعي لك. ملا اقل شيء يا ابا كما تحقق اطرح اذان اتغير غير هذا الملابس يقولوا معك لها. ما بينها شيء ما بينها شيء
وبعد اهم شيء الوسامه. وانت داري ابوك الوسامه. قل ما شاء الله لا تضحك. ما شاء الله تبارك الله. ايوه هي تقول لك انا مصور. بسم الله. سلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حيا بالمختار. أهلا يا علي. حيا أحسن واحد في الحارة. الله يسلمك. يا هروب 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 خلاني أسلم على الناس. هروب هروب هروب. أهلا وسهلا يا نعم علي. أهلا نعم علي. أهلا وسهلا. أهلا يا مرحبا يا مرحبا. نورتهم. تفضل. أنا جلي السماعة. هذا سبق يا مختار جلس. أهلا وسهلا. حيا الله منك. الله يحييك ويسلمك يا معلم. كيف حالك؟ كيف أنت؟ والله الحمد لله رب العالمين. عيشي بالصميم لما يجي الموت. اسمع يا معلم، أنا ما عادش أطول عليك بالموضوع وأدخل على طول. تفضل، اتكلم اللي تشتاء، أنا كلي آبة صغيرة. اسلم الله يبارك بك. بس احنا بصراحه جينا يعني طالبين القول منكم نشتي الناس بكم ونكون اهل واسره. اهلا وسهلا، موافقين ومرحبين، ويشرفنا انكم تكونوا سابنا ومن اهلنا. اذا دام انتم مرحبين انا اشتي طلب واحد. تفضل. مو تشتوا مننا من طلبه العرس نعملها لكم. لا تقلق ولا شيء، اشياء بسيطه من جهه الناس. قول يا ابني الشرط ثلاثة منهم، هذا الشرط، والشبكة والخطوبة هذا عليك أنت. أما ما يتعلق بالسارة وما حول السارة يعني هذا قضية معروفة. منشتك يا ابني تستأجر سارة كبيرة، سارة محنانة ظلام وتبدأ فرقة ومصورين. وأما حق العرس ويوم العرس يكفينا حق إقامة الليلة. ونشتي 100 كرتون ماء، هذا 100 كرتون ماء الحال، و100 كرتون ماء عصير، وبس ما نشتي له هنا، وإذا عادت ترجع على جنبهم كفر الله خيرا، هذا بس، ولا نشتي نثقل عليكم، جايز النصر. إن سمعك يا بالمثل هذا كله يقول يا هارب من الموت يا ملاقي له. وقصدك؟ قصدي إن إحنا هربنا من غلاء وأسعار الحج إلى أسعار وغلاء الزواجة. شكلك أتبيع الأرض أتبيع. وين تقول يا مختار؟ ولا حاجة، قلنا على بركة الله. على بركة. إذن عندي طلب بسيط وشرعي. اطلب يا أخي، اطلب ما شئت. ما أبوش إلا بس النظرة الشرعية للعروسة. هذه النظرة الشرعية من حقك، ما شاء الله ما أبو شيء. هي تفضل قم. إذن قم يا ببشر العروس حقك. يلا. لحظة. ما دخلنا بك النظر الشرعي. هل نجينا هو ابي العريس. هو؟ ابوك العريس؟ لا انا بقول له انت العريس يا مختار مش ابوك. ابوك باقي له يومين وتوكل، رجل بالدنيا ورجل بالاخره. خليه يحجز له لابو صغير يا قافل احسن له. قال لك عريس، من اين عريس قهوه يطفي؟ اسمع انت، انا عادنا شباب وعادنا حق منكم كلكم على واحد. ومن حقي ان اتزوج ومن حقي ان اعيش حياتي. انا عندنا شباب، انت ابنك شباب. صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيطلبنا مع شباب. انت السبب ما شاء الله، لا قوه الا بالله. الا شباب وهذا الدليل. اسمع يا علي، انا عندي فكره. زعفران اختك مو بين قد سوي احدى عشير واحد. هل اللي تغلق الدرزن بهذا الشيء من الخريف هذا وتسلم شغلته وهرمه داخل البيت وزوجه؟ والله عندي فكره، بس تقول عمي حسن يوافق. يوافق هذا ليش ما يوافق؟ من وينه؟ اخر حر انا مدخله. عليك انا افضل. ثق. اي اسمع يا عم حسن، انت شباب. ايوه. وقلبك اخضر. اخضر جدا. مزهر. ايوه انا مش صدق، بس انا اقول لك البنيه عادي جهله، يعني سحب بنتك وما تصلح الا لمختها لانه بسنه. وانا عاد انا صغير صغير. اللي هو انت مزوجاك، ما قال لك ما يزوجك، بس انا البنيه ندي لك عمته لو تعين على جمال وقامه
وبعدين هي تفهمها وانت تفهمها، لان البنيه يعني قهي كبيره، وبعدين لما ندي لك الصغيره عادك استبهدلك وتوجع قلبك على الفاضي. شوف صح انا عادنا شباب، ايوه وعادنا بروحي هذا اكيد، بس خبرك حلا ودخل القلب وانا موافق بعدك. على بركه الله، على بركه الله، موافق موافق. يا خبرة، وإحنا اللي ما شرط حقتين نسوى. لا تقلق، لا تقلق ولا تحتار يا مسلم، ما تنكش بالعروض حقنا اللي طرحناه. خير، العرض حقنا يقول تزوج البنت واحصل على العمة مجانا اثنتي واحد. أوه ما هذا العرض، والله ما حصلكم إلا بعرض الشامبو هذا. إذن على بركة الله. خلاص اسمع، ما تبقى وافق عمي حسن ومختار موافق، انت عم ابني وانت قيم الجامع وانت مدير المدرسه، عقد اسمع. هات ايدك يا مختار، اسمع ود ايدك. ها ها مساكي، ابدا ببوك ببوك يا عاصي، انت علم الله اللي من طلعت، ابدا ببوك. هيك اعقدوا لي انا الاول، مستعجل. شنو تدعب يا أخي؟ بسم الله على بركة الله. بسم الله، اقرب اقرب والله الله. لا ما تقربوش لحين انتم، اقرب ما لا تعمل شباب شباب. ها شباب شباب، هات القطرة هذي، هات جاهز انا بالقطرة وجاهز بكل حاجة. يعجبني والله الله يا مديرك، هذا الله يسامحك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا ربي تفضل. دلا 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 يا قلبي افدي قلبك، دلا دلا لا تحصي ولا تدربي. الله انت تفتجع علي. ها وكيف انت قلبي، اذا ما افتجعت علي انت على من افتجعت؟ ها راعي راعي، وانا معي ثلاثة رجل ولا عامل حساب معه. هذا الشيطان، هذه باكوره باكوره باكورة من أولها، أما أنا طعم كولي أنا حجة خرجلي. لا تقلقش لا تقلقش يا روحي، لا تقلقش نهائيا، هذا واحد عاصي والده وليدي يلعب مبارا، قال لي خطة 18 منطلقة قاني عندي هدف تمام، قام كحولني. الله لا ملكه لا ملكه ولا رزقه، أحرمني من الهدف كنت أصبح هدافة للدوري. يا سلام يا سلام. هي تفضلي تفضلي يا كريستيانو تفضلي. لا أنا استحي، البيت بيتك، تفضل أنت الأول. وانتي قلب صاحب البيت، ادخلي انتي الأول. أيوه نحن أجات، أنت الأول. أنتي دارية؟ أنا من تعال في نسرة. يلا حبيبي ننكا واحد هيا بسم الله. رعي أدخل الأول، أنت الأول. كيفك؟ تفضلي 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 يا غبي تفضلي. ايوه نور البيت، ما الحين الحين اعيش حياتي، هذه عيشه افدي قلبك، وان شاء الله على الحج ما نحج الا مره ثانيه انا وانتي. اسمع انا عدمي صغيره ما كانش انا اتحج، انا شباب الزني مصر نقضي شهر العسل وافتهمني وانت، وبعد الحج على الحج متى ما كان. ولا يهمك ولا يهمك الا احسن شهر عسل بالعالم. ذحين انت داري يا قلبي افتشي اشي ابصرك وامتع نظري وابصر ممعن بضاعه. لا 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 انا في بالك كمان يستحي من المواقف المحرجه هذه جور جور. يمكن الراحه هذه من قبل. سهل يا قلبي، ما دام انك تستحي انا اساعدك واقوم افتشلك من نفسي. لا أرجوكني أرجوك أرجوك لا تحرجنيش لا تحرجنيش. يا لا تستحيش لا تستحيش يا قلبي، حسب الله وأنت اللي يعني أختي. أنا آسف، أنا قصدي أنت اللي زوجتي، يعني عادي ما حدا يستحي، وأنا أسعدك وأفتشلك من نفسي. الله الإحراجات. بسم الله بسم الله. أوه كم راعي لهذه اللقطة. بسم الله.
لتتأمل. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الدين والجبن وقهر الرجال، أعوذ بالله. انصرفوا انصرفوا، أفدي قلوبكم روحوا لكم مني، خلوني أعيش حياتي، انصرفوا. اللهم إن كان هذا سحرا فطيه. وكليدك مو باك، مو بك ماسك براسي، أنا داري أنك معجب بي. أنت عارف يا حبيب قلبي إنك أخط بملكة جمال العالم 7 مراكز بدون منافس. أسألك بالله بطلي صفاء، كمل رمز حق وجهك ها؟ من أجزاء فكه وأبصرك. شكلك زبد، أنت عارف إن ربي يحبني، وفقني برجال أحسن من الرجال الأولين، الله لا وفقهم يتوفقوا. حول الله يا رب. أنا أطلع القناع هذا وأمين الله. مرجع 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 رقبتي. طب كسروا يدك، قناع ما احمد ربك ان نقاكم الكبات انتوا الوجه المعطف هذا يشبه سغنى قلابي. ايوه هذا قهمتني. ايوه متاكد ان هذا وجهك؟ ايوه. واعجب بي ولا لا؟ راح اقول لك كيف الاعجاب. كيف اني حلوه؟ هيا قومي. خرجي 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 اخرجي. الله الله، الحب اوله صحببه سحببة. هيا قومي قومي يا حب قومي. انا هتسرحني اسرحك الضاحة اسرحك الضاحة. ابصر اي ضاحة نطلقي منه. انا لم يزوجوني جني يا رب. انا مو عمرك من ذب يا رب لما يدوني جني. ضاحة حبنا، ضاحة حبنا. انتي صندقة قلبي، انتي الصندقة المندوشة اللي انبي علي روتي قريب. الله الله ملي دلعني من دلع. الله الله وعدنا عدل العيد من دلع. الصبر بس الصبر. مولد عمال يو على قلة حياة لمولد السماء. بص بص ولكن جيت السماء مش حياة. أنا بالنسبة لي لا كنت أفكر بزواجها ولا على بالي. أنا قلت أول شيء أكمل دراستي وبعدين أرجع أتزوج. بس أقول لك حاجة، شوف الذي هو طايع والده كيف الله يوفقه. صح يا مختار، أنت رجال طيب في الحركة ولا تشهد لك. بصراحة أنا متأكد. أسألنا الله أن يقدرني وأسألك. ولا يهمك إلا أسعدك سعادة ما قصتش مثلها يا مختار. مختار هبا افتح 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 فتحوا لك قبل افتح يا بابو تشتغني حتى وانا عريس. افتح بموضوع ضروري جدا جدا جدا، حياة أو موت. يا الله محرجة. ها بوش شح ساخرك الله. ها خلي لنا عم هي موبي. ها إليه إليه هبا موبي. أنا أقول لك جس رقبتي رقبتي مساك الله يمسح رقبته. يا بحرم عليك، مو بك على دي جحبرك عمتي زعفران سعلك سبا. حرم كل النسور تحرم. أنا تعمل بي هكذا. أنا الذي قادر أسك المزغاجة والملعانة في كل جامعات ودول أوروبا. أنا الذي غطس كل البحر وطلع قناشف ولا حدا أقدر لي. تجي على آخر الزمن تكلفتني أنت. هي كذا هدا وصل لك على النبي. أنا خايف يا أبا لا يرجع يقرأ لك عرق وقلب لنا الفرح موت. أصح اسكت ولا كلمة. حرام لا أقتل بشهيد وأفجر بكم كلكم. لو مات يرجع حقي العروس الحلق وتبوز لك هذه الصياد الوحشة هذه. حرام عليك يا عم تسخى تقول لعمتي القمر صياد. يا بنتي رزق الملاح للرباح. لا عاد تفص وعيش كما انتي أتنفلي مثل القاتل الممسي. يا عم أنا قدني مرت ابنك. تعرفوا معنى كلمة مرت ابنك؟ يعني أنا مرت ابنك. مرت ابني؟ أنا معي ابن. من قصد زواجك؟ أنا لا قصد زواجك ولا معي ابن ولا معي شيء. مو بك أنت. ما عرفتم نشعل الأخضر وهذا.
أنا يا عم أنا مندوب الغاز، جوك لبصر لا معكم غاز ومشي لي. آها أبصركي طلع إلا فضولي. هيا أنا أسبق يا قلبي وانت الحقيني، وانت بزرك هذا الحصان الملون ولا الصندوق المندوش هذي، واطلب الله بالحديقة. الله يهنيك. ها تدعكني الله يفجعك. أوه والله ما كذب أبي منك وحشة وداب، سمعت صورتك في الجن. فكيف كيف انت سارح حسونا عيال؟ يلا اخرجوا الغرفة الثانية واني خلوني اسد اليوم وغلقوا الباب بعدكم، ولا انتو داري اني خلق الباب انا. من بعيد من بعيد افتي قلبك، من بعيد من بعيد. اهدي اهدي خليك ريلاس ريلاس. اني جننك انت جنبي وتشني افكر، ما انتش باني انني ليدعي ليل ونهار ان ربي يرزقني برجال، وذا الحين تشتتي بزاع ما انتش داري يا حبيبي ان بو ازمة رجال. لا هو بو ازمة بالوجوه، بس اشتكي اهدي وقعي الحلا وكذا. يلا افتي قلبك. ايوه اهدي اهتموا، والله ما فديت لك لو كنت لك روحي. لا عز الله عندك، اعتقيني اولي اطلب الله على ابني، خليني اخرج لي وانا ادي لك اللي تشتي. اسمع انا اليوم هذي يا قاتله يا مقتول، وما ما تفلو خلكيني خلكيني انت خلكيني انت اقول لك خلكيني خلكيني حياتك كذا خلكيني خلكيني. انا عدنا شباب عدنا شباب شباب.